بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الأوبريشن أمبليفير، اللي هو مكبر العمليات، ويعتبر يعني مهم جدا جدا في الأجهزة الطبية عموما في تكبير الإشارات الحيوية. طيب، قال أن أمبليفير with high gain and high input impedance. Used especially in the circuits for performing mathematical operations on an input voltage. طيب، عندنا الرمز لمكبر العمليات زي ما شايفين نحن عندنا في الشاشة هنا، له 2 inputs و 1 output. للمكبر العمليات 2 من الدخل، اللي هو الدخل الموجب يسمى non inverting terminal، والدخل السالب يسمى بالانفيرتينج تيرمينال، والخارج يسمى بالفي اوت. وكذلك له مصادر sources. المصادر هي في اس بلس وفي اس ماينس، وهي التي تقوم بتغذية هذا النظام. عموما الاوبريشن امبليفاير يتم تصميمه اصلا لاداء العمليات الحسابية مثل الجمع والضرب والطرح والتفاضل والتكامل، وله استخدامات أخرى مثل الفيز شيفتينج والفولتج ريجوليشن، وكذلك يستخدم في دوائر الايزوليتر سيركت والبلس جنريتر، وكذلك يمكن أن يستخدم لتوليد موجات مربع السكوير ويف جنريتر، وكذلك له استخدامات متعددة في مثل الكومبيريتر اللي هو المقارن، لكي يقارن بين دخلين. فزي ما نحن شايفين، قال السيجنال ابلايد تو اللي هو التيرمينال او الطرف الموجب، قال هي از ذا سيم فيث از ذا اوت بوت. وكذلك عندما اطبق اشاره في الطرف النيجاتيف اللي هو الانفيرتينج امبليفير، اللي هو الانفيرتينج تيرمينال او الطرف السالب، هنا بيحصل فيس شيفت للإشارة بمقدار 180 درجة في الأوتبوت. قال the basic operation amplifier has 5 terminals. زي ما تحدثنا سابقا، 2 high impedance input, 1 called inverting input marked with the negative sign, and the other one called non-inverting input marked with the positive sign. 2 terminals for supply of voltage plus VS and minus VS and one output terminal. طيب، لو جينا شفنا الرسمة الموضحة هنا، دي عبارة عن اللي هي البنية الداخلية بالنسبة لمكبر العمليات أو الأوبريشن أمبليفير. ونحن نعلم تماما إنه الأوبريشن أمبليفير هو يتكون من مجموعة من المقاومات، وكذلك المكثفات والترانزستور، وعندنا اللي هو المصادر بتاعة تغذية النظام. بالنسبة للأوبريشن أمبليفير، يوجد لنا نوعين من الأوبريشن أمبليفير. عندنا الـ Ideal Operation Amplifier والـ Practical Operation Amplifier. الـ Ideal Operation Amplifier هو مكبر العمليات المثالي، والـ Practical Operation Amplifier مكبر العمليات الحقيقي. طيب، كيف نحن بنميز بين الـ Ideal Operation Amplifier اللي هو المثالي والـ Practical Operation Amplifier؟ يتم التمييز بيناتهم عن طريق الـ Parameters والـ Characteristics بالنسبة للـ Ideal وبالنسبة للـ Practical. وهذه الـ Parameters وهذه الـ Characteristics هي ممكن عن طريقها أقدر أتعامل مع الـ Operation Amplifier الموجودة في الماركت، وأقدر أميز بيناتهم. طيب، بالنسبة للـ Ideal Operation Amplifier اللي هو مكبر العمليات المثالي، بنلاحظ وهو عندنا الطرفين اللي هو طرف الـ Inverting Terminal، وكذلك الطرف الثاني اللي هو الـ Non-Inverting Amplifier الـ Non-Inverting Terminal. وعندنا مقاومة بتاع الدخل هي Infinity، وعندنا مقاومة بتاع الخارج هي بتساوي زيرو، وكذلك عندنا هنا هي الامبليفير. يعني عندنا الاي في هي عبارة عن الامبليفير جين،
وزي ما تحدثنا سابقا في اللي هي تحليل دوائر الاي سي، بنجد انه دائره الاوبريشن امبليفير هي مشابهه بالنسبه لشنو، لتحليل دوائر الاي سي. نحن دوائر الاي سي بنحسب فيها 4 بارامترز اللي هي معوقه الدخل ومعوقه الخرج اللي هي زد ان وزد اوت، وكذلك بنحسب فيها الاتش اف والاتش ار والكرنت امبليفيكيشن ريشيو. دي من الاشياء اللي احنا بنحسبها في تحليل دوائر الاي سي. اذا هذه الدائره مشابهه تماما لدائره الاي سي امبليفير. طيب اذا بنستخلص الاتي في الايديال اوبريشن امبليفير، بنجد انه الزد ان معوقه الدخل هي بتكون كبيره جدا جدا انفينيتي، ومعوقه الخارج اللي هي الزد او او الزد اوت بتكون صفر او زيرو. هنا معناتها عندنا الشورت سيركت، وبنجد انه الجيم بيكون شنو انفينيتي، وكذلك الباندويتس انفينيتي اللي هو عرض النطاق. او هنا لما نتكلم عن باندويتس هنا بتكلم عن حزمه الترددات المراد اعمل لها امبليفيكيشن او اعمل لها عمليه بتاعت شنو تكبير. وقدر ما كان المكبر بيكبر كمية من الترددات في نفس الوقت هو كان بيكون شنو أفضل، يعني قدر ما كان عندي حزمة كبيرة من الترددات. والأوبريشن أمبليفير بيعمل لهذه الترددات تكبير في نفس الزمن أو في نفس اللحظة، هنا بيكون الأوبريشن أمبليفير هو أفضل. طيب نجي ل ل ل ل ل اللي هي ال consequence of these properties of an ideal operation amplifier are that since in the voltage gain AV of an ideal operation amplifier is infinity, it means that we can set Vin 0 volt since the input impedance اللي هي Zin is infinity. An ideal operation amplifier has zero input current. Since the output impedance Zout is zero, the output voltage does not depend on the value of load connected to the operation amplifier. نجي للنوع الثاني من اللي هي مكبرة العمليات اللي هو Practical Operation Amplifier اللي هو المكبر العمليات الحقيقي. طيب بنجد انه في مكبر العمليات الحقيقي انه الزد ان اللي هي معوقة الدخل بتكون large very high input impedance and الزد اوت هنا بتكون very low input output impedance. وكذلك الجين بيكون very large very high voltage gain. والباندويتس اللي هي الحزم او عرض النطاق اللي نحن حنمرر في الترددات المراد تكبيرها بيكون وايد مقارنة بالايديال. الايديال طبعا بيكون شنو انفينيتي، والزد اوت بتكون زيرو هنا بتكون very low، وكذلك الزد ان في الايديال اوبريشن امبليفير بتكون انفينيتي، وفي ال practical operation amplifier بتكون قيمتها عالية. طيب فقال the input voltage difference V2 minus V1 appear between the two input terminals and the output voltage is an A في V1 ناقص V2. فزي ما شايفين اللي هي هناخدها عن طريقة ال Z out اللي هي through the output impedance. طيب نجي نشوف الـ internal block diagram of operation amplifier اللي هو البلوك دايجرام اللي هو الخاص بمكبر العمليات. طيب الـ operation amplifier بنجد انه بيتم التكبير عن طريق multi stage amplifier، يعني متعدد يعني العملية بتاعت التكبير بتكون في عدة مراحل. فبيجي داخل عندنا الـ Vin زي ما شايفين بيجي داخلين للديفرنشال امبليفاير انبوت ستيج، بعد ذلك بتخش اللي هي مور ستيج اوف جين اللي هي الفولتج امبليفاير جين ستيج كلاس اي، وكذلك عندنا كلاس بي بوش بول اميتر فلاور اللي هو بنقول عليه بوش بول امبليفاير اوتبوت ستيج اللي هو بنقول عليه شنو كلاس بي. طيب اذا في الجزئيه الاولى في الستيج الاول بنجد انه هو بيعمل تكبير للفرق بين الدخلين، ثم بعد ذلك بتخش للمور ستيج اوف جين اللي هو بيعمل فولتج امبليفير جين ستيج كلاس اي. طيب الستيج الثاني اللي هو
المور ستيج اوف جين والكلاس بي بوش بول ايميتر فلور. الاثنين ديل بيدونا اديشنال جين اللي هو تكبير اضافي. طيب فقال ذا كي الكترونيك سيركت ان اوبريشن امبليفير، المفتاح بتاع اللي هي الدوائر الالكترونيه تحديدا في الاوبريشن امبليفير هو الديفرنشال امبليفير. اذا الديفرنشال امبليفير هو مهم جدا جدا، يعتبر يعني المفتاح بتاع الدوائر الالكترونيه في الجزئيه بتاعه مكبر العمليات. طيب فزي ما قال البانميس اوف ان اوبريشن امبليفير، قال all electronic devices work on over a limited range of frequencies. This range of frequencies is called a bandwidth. Every operation amplifier has a bandwidth, i.e. the range of frequencies over which it will work properly. The bandwidth of an operation amplifier depends upon the closed loop gain of the operation amplifier circuit. One important parameter in the gain bandwidth products GPW, G for gain, P bandwidth products. Gal it's defined as ACL multiplication F2 equal F unity equal GBW. ACL closed loop gain at the frequency F2, F unity the frequency at which the closed loop gain is unity. It can be proved that the gain bandwidth products of an operation amplifier is constant, since an operation amplifier is capable of operating as DC amplifier. The bandwidth is F2 minus 0. The gain bandwidth product of operation amplifier is an important parameter because it can be used to find the maximum value of ACL at a given value of F2, the value of F2 for a given value of ACL. Slow rate of an operation amplifier is a measure of how fast the output voltage can change, and it's measured in volt per microsecond. Since frequency is a function of time, the slow rate can be used to determine the maximum operating frequency of the operation amplifier. SR equal 2 by F V naught. F is the frequency in hertz, and SR equal V naught divided T max. For example, SR equal 500 kV over S, and V naught equal 12 volt, or V naught max 12 volt. Find the T and F. Straightforward example. نلاحظ في هذا الرسم هنا عندنا اللي هي desired output waveform، واللي هي الموجة المثلثية هي الـ actual output because of the slow rate limitation، اللي هو الـ SR equal V over T. هنا بيصير لنا في شكل اسلوب. لاحظ ان هنا دي الـ V ده الفولت، وعندنا الزمن اللي هو تغير الفولت بالنسبة لشنو للزمن، اللي هو بيكون اسلوب، بيكون شكل ميل. فقال the picture above shows exactly what happens when the slow rate limitations are not met and the output of the operational amplifier is distorted. الاوبريشن امبليفير انبوت مود، يوجد ثلاثة انواع من انواع من الدخل بالنسبة للاوبريشن امبليفير. عندنا الانبوت سينجل مود زي ما شايفين، اللي هو بكون عندي الدخل في اللي هو عن طريق الطرف الانفيرتينج او الطرف النن انفيرتينج، تمام. لو كان الدخل في الطرف النن انفيرتينج اللي هو الإشارة هتكون داخلة، هتطلع في الفي اوت إشارة مكبرة
وإذا كان الإشارة الداخلة هي في الطرف النيجاتيف اللي هو الانفيرتينج تيرمينال، فحتطلع الإشارة مكبرة لكن حاصل لها شنو فيس شيفت بمقدار 180. عندنا المود الثاني اللي هو الديفرنشال مود، بيكون عندنا إشارتين، الإشارتين داخلين هما out of phase أو in phase، اللي هو بكون عندنا زي ما شايفين اللي هو operation amplifier. عندنا اللي هو الانبوت سيجنال operation amplifier، وهنا عندنا الديفرنشال انبوت. الفرق بينهم بين الكومن مود انبوت انه في الكومن مود بيكون عندنا دخلين اوت اوف فيس، يعني بيكون في الكومن مود الدخل هنا اوت اوف فيس، واحد داخل من الانفرتر والتاني داخل من النن انفرتر. اللي بيحصل في الاوت بوت شنو؟ بيحصل تكبير للاشارة اللي هي بتاعت الانفرتر اللي هي جاية من الدخل بتاع الانفرتر، وبيحصل تكبير للإشارة اللي هي الخارجة من أو الداخلة عن طريق النون انفرتنج. For example given operation amplifier 741 operation amplifier with common mode rejection ratio 90 dB decibel and the noise gain equal 1 find the common mode rejection ratio. تطبيق مباشر على القانون. طيب اذا مراجعة سريعة بالنسبة للأوبريشن أمبليفير إنبوت مود، يعني في الإنبوت سينجل مود بيكون عندنا دخل واحد، إذا كان جاي دخل من الإنفيرتينج الطرف النيجاتيف حيكون الخارج مكبر، ولكن حيكون حاصل له فيس شيفت بمقدار 180 درجة، وإذا كان الدخل جاي عن طريق الطرف الموجب بيكون الخارج مكبر ولكن ما بكون حاصل له أي inverting، يعني ما بكون حاصل له أي انعكاس في ال 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 الفيس. بالنسبة لل common mode rejection ratio يعني بيكون زي ما قلنا بيكون اللي هما بيكون داخلين جايين دخل من الانفيرتينج الطرف النيجاتيف وجاي دخل من الطرف النون انفيرتينج اللي هو الطرف الموجب، وبكون الاشارتين ان فيس. يعني من خصائص الكومن مود الدخل بتاع الكومن مود بيكونوا الدخلين ان فيس، وبيكون الامبليتيود بتاعهم واحد او متساوي، يعني كلهم نفس المطال. هنا الخرج حيكون في الحالة دي زيرو. والكومن مود يعني مهم جدا جدا في عملية بتاعت الامبليفيكيشن، لانه هو اللي بيمثل النويز، لانه النويز غالبا بيدخل على الامبليفير بيكون شنو بيكون دخله متساوي. فهنا في الدائرة تحديدا تحت الكومن مود بنتخلص من العملية بتاعت النويز. اذا خلاصة الامر انه الكومن مود انبوت بيكون الدخل له خصائص اثنين، انه يكون ان فيس واحد، والخصائص الخاصية الثانية يكون هو شنو له نفس المطال. هنا الدخل هنا الخارج حيكون في النهاية زيرو، وقلنا هو دوائر مهمة جدا جدا لان هي عن طريقها انا بقدر اتخلص عن النويز اللي بيكون داخل مع الاشارة لانه بيكون داخل بنفس المطال. يعني اذا الكومن مود ريجكشن ريشيو هي اداة او وسيلة عن طريقة بيتم أو عن طريقة أنا بقدر أقيس فيها إنه مكبر العمليات يعني عنده مقدرة قدر شنو إنه يقدر شنو يزيل النويز أو يعمل ريجكشن للنويز. عندما الأوت بوت يساوي صفر هذا يسمى الكومن مود ريجكشن ريشيو. إذا لما نقول الأوت بوت بتاعي يساوي صفر في هذه الحالة نحن نسمي بالكومن مود ريجكشن ريشيو.
إذن قياس الريجكشن بالنسبة للأمبليفير يسمى بالكومن مود ريجكشن ريشيو، والأيديال أمبليفير كومن مود ريجكشن ريشيو بيكون بيساوي زيرو أو صفر، عن هاي جين بالنسبة للديزيرت انبوت أو اللي هي إشارة المرغوب فيها، وبكون الأوتبوت نويز اللي هو بيكون زيرو. فإذا دي حاجة مهمة جدا جدا بتهم نحن بالذات في الدوائر بتاعت الأجهزة الطبية. إذا من الميزات بتاعت الكومن مود ريجكشن ريشيو في يعني هو بيعمل كانسليشن بالنسبة للنويز، زي ما قلنا في الايديال امبليفاير الكومن مود ريجكشن ريشيو بكون قيمته زيرو، وبكون هاي جين بالنسبة للديزايرد انبوت او الاشارة اللي هي نحن مرغوب فيها، وبكون زيرو اوت بوت بالنسبة للانديزايرد نويز بالنسبة للاشارة الغير مرغوب فيها، والاشارة الغير مرغوب فيها هي هنا النويز. بالنسبة للديفرنشال انبوت اللي هو بيكون عندنا دخلين، الدخلين هما اوت اوف فيس، دخل من الانفيرتر ودخل من النان انفيرتر. اللي بيحصل في الاوت بوت انه بيحصل تكبير للاشارة بتاعت الانفيرتر، بكون حاصل لها اوت اوف فيس، وكذلك والاخر بيحصل لها امبليفير من غير فيس شيفت. مجموعة الإشارتين هم بدون إشارة مكبرة، ده اللي بيحصل تحديدا في الانفيرتي بالنسبة للديفرنشيال مود.